وشوشة. في مشكلة كتيرة جدا ما بين الاتنين المرتبطين أو المتجوزين، بيقولوا يا إن شاء الله إحنا عندنا أمل بعد الجوازة والارتباط إنه هيتغير. القاعدة الثابتة إن المميزات والعيوب بتاعت كل جزء مش هتتلغي، هي تقلل بس، وتتقلل بحكم إن هو الشخص ده عايز يقلل أو بحكم الظروف اللي حواليه، لكن الميزة أو عيب يتغير أو يتلغي خالص لا. فعشان كده كنت عاملة قبل كده حلقات عن التغيير بعد الارتباط، سواء الخطوبة أو الجواز، مين الأبراج اللي ممكن تتغير، مين الأبراج اللي ممكن مش تتغير. عشان في ناس كتير ممكن يكونوا اتنين مرتبطين بعض، بيحبوا بعض جدا جدا لدرجة كبيرة، لكن عندهم عدم التفاهم مش حلو، فبيبقى كل واحد عنده أمل بعد الجواز أو بعد الارتباط إن حد فيهم يتغير للتاني، والتاني كل وطول حياتهم حتى بعد ما بيتجوزوا طول حياتهم اللحظة اللي بعدها واللي بعدها بيبقوا مستنيين إن الشخص ده يتغير، إن العيب ده يتلغي عنده، وإن الميزة دي تبقى موجودة. فده بيبقى حاجات يا جماعة مش واقعية، أو إن إحنا بنضحك شوية على نفسنا الموضوع، عشان إحنا شعب عاطفي، معروف إن إحنا شعب عاطفي جدا جدا، بيبقى متمسكين بالحاجة اللي تفرحنا أكتر من إن إحنا نكون عقلانيين أو واقعيين. فموضوع إن الارتباط ده يبقى في حد بعد الارتباط أو بعد الجواز بيتغير، لا، دي أبراج معينة ممكن تتغير، وإن شاء الله هنتكلم في الموضوع ده بعد كده. وفي أبراج استحالة تتغير من أول لحظة ارتباط أنت ارتبطت بيه أو أنت ارتبطت بيها لحد آخر لحظة لما تبقوا مثلا خلاص جدود، ما بتتغيرش الصفات اللي فيهم دي خالص. ممكن لو أنتوا عندكم أشخاص معينين في مخيلتكم دلوقتي تظهروا، وعرفت إن هم استحالة يتغيروا بمرور الوقت أو الزمن.